النهارده احنا معانا فنان، يعني مش هقول انا بحبه على المستوى الشخصي بس، ولكن عدد كبير جدا بيحبوه على المستوى الفني والشخصي الاثنين. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا استاذ، منور اسكندريه. منور بيك يا استاذ خالد. احنا النهارده يعني اليوم يومك في مهرجان اسكندريه او في اسكندريه؟ طبعا انتصارات اكتوبر. شخصيه عظيمه زي حضرتك من القيادات يعني، وعايز بس دايما اسال اي حد من يعني الاشخاص اللي هم ليهم خلفيه عسكريه قبل كده، اليوم ده بتحتفلوا بيه ازاي وبتشوفوه ازاي؟ اليوم ده اي حد يعني اشترك فيه او اي حد عايش الفتره دي يوم فخر، خاصة ان في 67 كانت هزيمة مرة جدا جدا جدا، وده يوم استعدنا فيه او ما استعدناش. البطولة دي موجودة اصلا في الجندي المصري، يعني يمكن مسحنا فترة الهزيمة دي اللي اتظلم الجيش فيها. ف 6 اكتوبر ده فرحة وعيد، ونتمنى ان الاوساط الفنية انها تهتم اكتر بحرب الاستنزاف وب 6 اكتوبر. شفت فيلم الممر؟ اتفرجت عليه؟ اتفرجت عليه. رؤيتك ايه للفيلم وشفته ازاي؟ طبعا بسطت جدا ومجهود يشكروا عليه، بس مش كفاية. في